باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. باب البسملة. وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. وصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا. وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا. لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. سورة أم القرآن. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا. بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولا. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. ومن قبل همز القطع سلها لورشهم وأسكنها الباقون بعض لتكملا. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتلعلا. مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا. كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا.